مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله بغينا نقدم لكم واحد الكاليت سهل وبنين وما كيتعداش 15 دقيقه باش يوجد، وبمقادير سهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت. اذا ندوزو للمقادير. عندنا جوج بيضات، عندنا كاس لارب سنيده، وكاس ديال الزيت. نفس الكاس اللي عبرنا به سنيده هو اللي غنعبروا به الزيت، ولكن الكاس الزيت عامر وسنيده كاس لارب. جوج معلقات ديال ديال العسل. هادشي علاش ما عمرناش الكاس ديال سنيده، وحيت غنديروا العسل درنا جوج معلقات ديال العسل. فانيا او لاساشي ديال الفاني، وخماره، والدقيق. غناخذوا جوج كيسان اللي عبرنا بهم الزيت وسنيده، غنديروا في الاول جوج الكيسان، ولا شفنا الخليط باقي جاري بزاف غنزيدوا الدقيق. المهم عيننا ميزاننا، المهم ما يجيش قاصح بزاف وما يجيش جاري بزاف. عندنا للتزيين صفر بيضه، وعندنا القهوه سريعه الذوبان. اذا بقاو معنا ما تمشيو فين. المكونات كاملين غنخدموا البيض وسنيده والزيت وجوج معلقة ديال العسل والفانيا، غنخدموهم مزيان حتى تذوب سنيدة مزيان، وعاد نضيفو الدقيق والخمارة. يلا غنخدموهم مزيان ونتلاقاو من بعد باش نشوفو التتمة ديال الفيديو. دابا درنا الخمارة وجوج كيسان ديال الدقيق، غنخلطوهم مع بعضياتهم وغنشوفو من بعد واش غنزيدو الدقيق ولا لا. جمعنا العجينه، هذا هو الشكل ديالها. ما كندلكوهاش غير كنجمعوها باش ما كتجيناش، باش ما كيجيوناش لي كاليط مدقصين. وكنشدوها كندهنوا يدينا بالزيت وكنديروها كويرات بحال هكا كما كتشوفوا. كنديروهم متباعدين حيت فيها الخميره كما كتعرفوا، كنديروهم متباعدين. المهم غنكملوا هذه الكميه كامله اللي عندنا ونرجعوا. من الكميه اللي عندنا غندهنوهم بديك نيسكافي اولا القهوه سريعه الذوبان، اي نوع اللي عندنا، مع صفر بيضه. احنا شعلنا الفران، سخنا الفران من قبل، ندهنوهم ونتلاقاو من بعد. شيطه وكنديروا فيهم خطيطات بحال هكا، كنزينوهم كما كتشوفوا. المهم كل واحد وكيفاش كيبغي يزينهم. زين ديال لي كاليط ديالنا، واحد الحاجه اللي نسيت ما هضرتش عليها هي هاد الورقه ديال الزبده. ضروري نفرشوها في اللاطا اللي غتدخل الفران اولا في الطبسيل اللي غيدخل الفران باش ما يلصقوش لي كاليط. وبقاو معنا باش تشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال لي كاليط. هانتوما، كنتمنى انهم الفيديو اليوم يكون عجبكم، ولا عجبكم جربوهم راكم ما تندموش. ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، والى اللقاء.